بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده هنبدأ مع بعض دلوقتي تاني فيديو في اللود ديستريبيوشن. سريعا كده افكركم بالتايبس اوف سلابس. انا بتكلم ان في ثلاث انواع اساسيه في البلاطات السوليد: وان واي، تو واي، كانتليفر. كلامنا كله هيبقى على الوان واي والتو واي بالتفصيل قوي، انما طبعا الكانتليفر الكلام عنها هيبقى سريعا لانه سهل شوية. هنخش دلوقتي على الوان واي. اول حاجة الوان واي سوليد سلاب. عايزك تفرق دايما ان الوان واي سوليد سلاب مش دايما بترمي على الكمرات اللي في اتجاه ال شورت فقط. يعني ايه؟ يعني فاكر كده في اول فيديو خالص على اللود ديستريبيوشن كنت راسم لك ال 3 دي، بقول لك ان الحمل هيتجه في اتجاه واحد بالمنظر ده، فانت هتشوف دلوقتي ان في كمرتين، فان لازم يعني زي ما قلت لك ان دايما الحمل بينتقل من البلاطه للكاميرا. فهتقول لي يا باشمهندس ما هو دايما ما دام البلاطات اصلا هنا فلازم الحمل يروح عندهم في الاتجاه ده. هقول لك لا يا باشمهندس، هي ما دام وان واي افتكر معايا هي دايما لازم تكون ايه، موازي لل شورت، بغض النظر عن ايه؟ عن الكاميرات. لا مش فاهم، نفهم مع بعض. اول نوع لو عندي كده البلان بتاعك فيه كمرتين بس، كمرتين بس. اول حاجة لو الكاميرا في الاتجاه الطويل بتاع الايه، بتاع البلان اهو، ركز معايا، يبقى البلان اهو ال شورت. عندك كم كاميرا؟ كاميرا ايه وكاميرا ايه، يبقى كامرتين. وبقول لك لو انا بالحسابات حسبت كده الار وطلعت ان هي اكبر من اتنين، فطلعت ان هي وان واي ايه سوليد سلاب. خلاص ما دام وان واي احنا قلنا ان السهم هيترسم ازاي، في الاتجاه بتاع اللي شورت اهو. صح كده؟ عملنا ايه بقى؟ بقول لك ان ما دام الحمل هيتنقل في اتجاه واحد اللي هو اتجاه اللي شورت، يبقى البلاطه نصها او نص حملها هيروح على الكاميرا دي ونص حملها هيروح على الكاميرا دي. ببساطة تامة، ده أبسط مثال على انتقال الأحمال للإيه، للكاميرات، اللي هو إن يكون الكاميرات عندي كاميرتين بس في البلان بتاعي، كاميرتين في الاتجاه الطويل بالمنظر ده، فالحمل اتجه وان واي في موازي للإل شورت، فالكاميرا دي تشيل نص الحمل والكاميرا دي تشيل ايه نص الحمل بالتساوي. يعني في الاخر الكاميرا دي لو حبيت اطلعها بره واشوف الاحمال اللي عليها، بقول لك ان الكاميرا دي اللي هي الاسبان بتاعها ال عليها دبليو معين اللي هو بيساوي الاون ويت اوف بيم زائد الوول زائد دبليو اس في ال شورت على الاثنين. خد بالك بقى، احنا اصلا كان هدفنا في اللود ديستريبيوشن نعرف ده بنجيبه ازاي، صح ولا ايه؟ احنا اتكلمنا في الاول ازاي بنجيب اللوز على البيم، قلت لك ان انا بجيب اون ويت زائد احمال الحوائط اللي هي الوولز زائد لودز فروم سلابس. كان بقول لك ان اللودز فروم سلاب بنجيبها من ايه؟ من لود ديستريبيوشن. فكان هدفي قوي ان انا اجيب اللود ديستريبيوشن عشان اجيب القيمه دي. خلاص؟ يبقى ابسط مثال عندي اللي هو اللي انت شايفه ده، ان يكون الكاميرات بتشيل بالتساوي من الايه؟ من البلاطه. رقم اثنين لو عندي برده كاميرتين بس المره دي الكاميرا في الاتجاه القصير، يعني الاسبان بتاع الكاميرا ايه؟ ال شورت. خلاص؟ هنا برضو يا وان واي، خد بالك انا لسه ما اتجهتش للتو واي، انا كل ده في الوان واي. حسبت الريكتانجولاريتي اللي هي الار سمول، لقيت ان الحمل هيصير ايه؟ في اتجاه واحد اللي هي وان واي يعني. فطبيعي ما دام عندي كاميرتين بس اكيد الحمل في الاخر لازم يرمي على الكاميرات، فما تقوليش ان ما دام انا عندي وان واي يبقى لازم بقى خلاص. احنا انت قلت لي يا باشمهندس في الفيديو اللي فات ان لازم الحمل في الاخر يكون بيوازي ال شورت، انا قلت لك كده. بس منطقيا انا قلت لك برضو ان لازم الحمل في الاخر ينتقل من البلاطه للايه؟ للكمر. هو انت لو جبت لي كده قلت لي ايه؟ انت قلت لي الوان واي في اتجاه ال شورت وقلت لي الحمل هتنقل كده في الاتجاه ده. طيب ماشي، وبعدين انا كده البلاطه دي مين اللي شايلها؟ ما دام الحمل هتنقل كده، ده مفيش كاميرات هنا اصلا، يبقى كده البلاطه دي مش بتشال. ده الكلام ده ايه؟ غير منطقي خالص. الكلام ده كده ايه؟ غلط.
يبقى احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم ان الوان واي، بنتكلم ان الوان واي دايما بترمي على ايه؟ على الكاميرات، او دايما السوليد سلاب بيرمي الحمل بتاع البلاطه على الايه؟ على الكاميرات، فتدور على الكاميرات عشان ترمي عليها، خد بالك. خلاص؟ برضو ده مثال بسيط لانه الحمل متين بالتساوي على الكاميرتين اللي عندك. فالدبليو لو حسبتها على الكاميرا وخدتها بره كده وحسبت الكاميرا عليها احمال قد ايه؟ اولا الكاميرا دي السبان بتاعها اللي شورت اللي هي الكاميرا دي. كويس. اللود بتاعك اللي هو الدبليو في الاخر هيبقى بيساوي اون ويت زائد وولز زائد دبليو اس في ال على الاثنين. باشمهندس هو احنا ازاي بنجيب دبليو اس ونضربها في ال على الاثنين؟ خد بالك. مش انا عندي هنا دبليو اس اهو. كويس. وقلت لك الدبليو اس ده بيروح على الكاميرا دي وبيروح على الكاميرا دي. كويس. طيب اقسم لي بقى كده من نص البلاطه خط كده سنتر لاين وقول لي هو ده بالظبط كده الحمل اللي هيتنقل الى ايه؟ الى الكاميرات. لانك انت ما عندكش غير كاميرتين وبقول لك ان الكاميرتين ايه؟ هما بس اللي بيشيلوا البلاطه. فطبيعي ومنطقي قوي ان الكاميرتين هيشيلوا بالتساوي من ال دبليو اس. خلاص؟ خد بالك هنا ال دبليو اس مضروبه في ال شورت على الاثنين، هنا ال دبليو اس مضروبه في ايه؟ في ال على الاثنين. ركز معايا. الكاميرا دي الزبان بتاعها ال شورت. يبقى البلاطه بترمي في اتجاه الايه؟ في اتجاه ال. طب هنا الكاميرا دي كان الزبان بتاعها ايه؟ ال. صح؟ صح كده. يبقى الايه؟ يبقى البلاطه بترمي في اتجاه ال ايه؟ في ال شورت. فعشان كده هنا بضرب في ال شورت على الاثنين وهنا كده بضرب في ال على الاثنين. خد بالك من الايه؟ من الفرق ده. طيب هل كده هي دي بس الحالات بتاعه الوان واي سوليد سلاب ولا في حاله ثانيه؟ انا بقول لك ان في ايه؟ في حاله ثانيه. في حاله ان ايه؟ ان يبقى عندك اربع كاميرات في البلان ورغم كده البلان ده او السقف ده وان واي برضه. عشان كده قلت لك في الاول دايما الوان واي والتو واي بتعرفهم منين؟ بتعرفهم من الحسابات. بتحسب بتحسب حاجه اسمها ريكتانجولاريتي اللي هي الار سمول، تقارنها بالاثنين. لو اكبر من اثنين يبقى وان واي، لو اقل من او اقل من او يساوي الاثنين تبقى ايه؟ تبقى تو واي. طيب جميل. عندك البلان اهو دايمنشنز بتاعته ال وال شورت. حسبت الريكتانجولاريتي بتاعتك لقيتها ان هي وان واي. دلوقتي بقى لازم تحقق الشرط اللي بيقول لك ان الوان واي دلوقتي لازم يكون موازي لل شورت. فهمت معايا؟ هنا بقى ما تقوليش طب انا حيران دلوقتي يا باشمهندس انا هي وان واي هترمي في اتجاه ال ولا في اتجاه ال شورت. انا بقول لك في حاله الاربع كاميرات لازم الحمل يكون موازي للال ايه؟ للال شورت. وبالتالي عندك دلوقتي حالتين من الكاميرات. دلوقتي عندك حالتين من الكاميرات. عندك كاميرات شايله شويه احمال من بلاطات، وعندك كاميرات ما بتشيلش اي حمل من بلاطه. ما بيروحلهاش خالص خالص ولا اي حمل من ايه؟ من البلاطه. ركز معايا. دلوقتي البي 1 اهي اللي هي ايه؟ اللي هي الزبان بتاعها ال اللي هي الكاميرا الكبيره دي. شايله ايه؟ شايله ال شورت على الاثنين في دبليو اس من البلاطه اهي اللي هو الجزء ده. دبليو شورت في ال اس على الاثنين. طبعا ايه؟ الاون ويت البيم والولز دي طبعا دايما معانا. فاحنا دلوقتي بس يهمنا الجزء ده. ماشي. يبقى البي 1 والبي 1 من الناحيه دي برده شايله ايه؟ شايله الكام. شايله سوري شايله البلاطه. طب البي 2 بقى؟ ها انت شايف كده من توزيع اللود ديستريبيوشن المرسومه قدامك في اي حمل من البلاطه رايح على الكاميرا؟ ها؟ مفيش. هو ازاي اعرف ان الحمل جاي من البلاطه على الكاميرا؟ لو في سهم كده. لو في سهم كده. هل في سومه كده اصلا؟ لا مفيش. خلاص يبقى البي 2 دي لو جيت تطلعها بره كده وتحسب لها اللودز اللي عليها هتلاقي ان الدبليو اللي عليها كلها بتساوي اون ويت البيم والولز بس. مفيش ايه؟ مفيش اي حمل من الدبليو اس بتاعت البلاطه. خلاص؟ يبقى كده خلصنا ايه؟ اول نوع من السلابس اللي هو الوان واي سوليد سلاب. عندي حالتين، لو عندك كاميرتين ولو عندك اربع كاميرات. لو عندك كاميرتين بتفرق هل الكاميرتين دول في الاتجاه الطويل ولا الاتجاه القصير. ولو عندك اربع كاميرات تاخد بالك الملحوظه
ان لازم الحمل الوان واي يكون موازي للال شورت. جميل. دلوقتي هنخش بقى في اول حاجه، تاني حاجه اللي هي ايه؟ التو واي سوليد سلاب. التو واي سوليد سلاب بصراحه شغلها كبير، وهي دي الايه؟ اللي فيها الشغل. فانا بفضل ان انا اجلها فيديو لوحدها عشان الفيديو يكون مخصص للتو واي بس. يبقى المره الجايه ان شاء الله هنشرح التو واي سوليد سلاب بالكامل. السلام عليكم ورحمه الله.